كان ده اول شرخ في العلاقه، ان هم عبد الله سعيد بالليل اول ما المستشار خلص الصبح تركي آل الشيخ، بالليل الاهلي قال لك طرحه للبيع. ده موقف قوي، ما يعملوش غير الاهلي مش كده؟ ليه ما يعملوش غير الاهلي؟ ليه مين عمله قبل كده؟ هو الاهلي الموضوع كله عايز يستفاد بفلوس. ان كان الزمالك في كلام انه هيرجع فرجاني طب اللي وايه مشي المشكله؟ وساب النادي، طب ما يمشي، ما هو الراجل عقده وفري، ما يمشي، ايه المشكله؟ اللي هيمشي مشي وساب النادي ايوه ما هو عقده فري، عقده خلص. هو مش فرجاني يعني اللي عقده عادي، خلص؟ يعني عادي. اه ما عقده خلص. والنجاز احمد عبد القادر هرب من الاهلي والاهلي رجعه. والنجاز اللي فسخ احمد عبد القادر هرب من الاهلي والاهلي رجعه، صح؟ ما اعرفش. هرب من الاهلي والاهلي رجعه عادي. ما دي ما انت بتقول لي برضو مبادئ، ما دي برضو من انت ضمن ماميدو المبادئ. هرب وشيكابالا هرب طب ما عادي، ايه وامير المشكله؟ عزمي هرب. ايه المشكله؟ ده كل حاجه الكره فيها متغيرات طيب لا في كل حاجه. ما مش هرب هرب، اللي هو ملوش عقد، هو ملوش عقد. ناشئ ما كانش له عقد. يعني ميدو كان ليه عقد لما مشي؟ ما كانش فيه عقد اه صح؟ طيب، ما هو الموضوع، فده ما اسموش هرب بقى، لا اسمه اسمه مشي. هرب، اسمه هرب. ما فيش عقد. وكوكا نفس القصه، اه وعبد القادر نفس القصه، وميدو نفس القصه، وشيكابالا كان يعني في الاخر ما كانش فيه عقود ملزمه، فما اسموش هرب. المهم احنا ناخد الفلوس بالفوائد. الدولار غلي بقى ب 18 ونص، ودي رساله بسطاك دي. وبدل 33 بقى 37، فخمس ايام اهو بقى 4 مليون زياده طب واللي يا عليكم بلاش. الغرامات اللي ما هو عليكم، الحاجات دي هتنفع، برضو الدولار ما زاد، هو هتنفع، ما خد الحاجات بالك دي الدولارات هتنفع. دي كلها ما اللي احنا في عليكم. فلوس داخله بتاعت مصطفى محمد برضو، دي برضو هتعد حاجه حلوه. ايوه بس عليكم فلوس كتير برضو. ايوه، ما ايه المشكله؟ ما هندفع اللي علينا. اوكي ما احنا المفروض احنا ندفع، ناخد اللي لينا وندفع اللي علينا. بقول لك ايمن حفني الراجل حطه في القايمه، انا هحطه في القايمه اه النهارده. هل تتوقع انه ممكن يعيد اكتشاف ايمن حفني، ولا ايمن خلاص في رايك بصراحه، ولا هو بيديله بحيث ان هو يختم الموسم بكام ماتش بحيث لما يبطل يبقى يعني، ولا الراجل ما عندوش الحته دي؟ لا هو الراجل طالما حطه يبقى اكيد هيبقى ليه دور مع المجموعه مع ال20. لو مش حطه هيشيله خالص. هو كمان في الحته ديت بيحب الناس اللي بتلعب في المكان ده. ان انا كنت بلعب مع الراجل انا وايمن، كنا بنلعب من قلب الملعب. هاي دي قائمة اه الماتش بتاع سجرادة اهي، محمد عواد وابو جبل في حراسة المرمى، في الدفاع محمود علاء وعبد الغني والونش وعبد الله جمعة، عبد الشافي حازم امام المسلوسي، طارق حامد اشرف رؤى، واضح انه رؤى هيسيطر على دماغه، يوسف اوباما اسلام جابر اوناجم اشرف بن شرقي رزاق سيسي ايمن حفني سيف جعفر وسيد عبد الله وسيف الجزيري. انا وجهة نظري هو مين سيد عبد حمزة الله؟ وسيف الجزيري يعني ممكن ما يلعبوش، او ممكن مش عارف سيف عشان ما فيش راس حربة تاني، عمر مش موجود، عمر السعيد مش موجود، فممكن يلعب. بس سيد عبد الله في الفريق الشباب يعني لعب كويس ما ولا شفتوش الحقيقة، ما شفتوش وهو بيلعب، بس على السمع اللي هو لعب كويس يعني. بس ما كانش بياخد خالص لا ما كانش بياخد الفترة اللي فاتت دي خالص، ولا مع كارتيرون؟ مع كارتيرون ما كانش دماغه اللي هو يلعب ناشئين، والفترة اللي هو لعب فيها ناشئين طلع لنا 2 ناشئين جامدين جدا، وبعد كده هو بنفسه اللي ما بقاش يلعبهم. اللي وقف الدنيا. واضح ان زيزو مش موجود، الونش مش موجود، فتوح مش موجود، مريحه هو مريح طبعا. والماتش الناس كده كده تحصيل حاصل كده كده مش يعني، موجودة. الماتش تحصيل حاصل. طيب قول لي ممكن يلعب بايمن حيفني فعلا ناحية اليمين ممكن يشوفه ويديله. وايمن يدي في الحتة دي؟ انا بقول لك هو ايمن مش هياخد طرف الملعب، عشان الراجل لعبه كله ان الباكين بيبقوا هم اللي بيلعبوا الحاجات اللي على الطرف. وايمن في 2014 2015 انا وهو كنا بنلعب تحت باسم مرسي، فكان كل لعبنا من قلب الملعب، فايمن مش هياخد الخط ويروح ويرجع، هيبقى في الحته ديت كصانع لعب. وعندك الثلاثه ديفندر اللي هم بيلعبوا بعرض الملعب دول، بيبقى اللي الثلاثه هو مين؟ جبهات. اشرف رؤى، يعني بكره ممكن مش عارف، اوباما، ممكن اوباما وطارق. واشرف اكيد. ولا انا بيتهيأ لي رؤى وطارق حامد هيبقى نفس الستايل، ممكن يلعب واحد فيهم بس. والتالت مين؟ مش عارف، ممكن يحط محمد عبد الشافي، بس عبد الشافي وعبد الله جمعه عنده ناس، حلول كتير يعني. طيب الاهلي قبل ما اختم بقى، انا لازم اختم، عندي لسه كمان لقاء بتاع فيريرا عايز ازيه. هو انا قلت لك قبل كده الاهلي صعد خلاص، الموضوع منتهي، وبالنسبه له الماتش تحصيل حاصل، لا مش تحصيل حاصل، الماتش سهل لازم يعني يكسب، بالنسبه لازم له، يتعادل او يكسب، يتعادل او يكسب. انا قلت لك هم المجموعه بالنسبه لفرقه
المريخ وفرقه الهلال اقل فرقتين في المجموعه، وهم بوظوا على نفسهم الصعود يعني. يعني المريخ كان ممكن يصعد على طول لو كسب الهلال في الماتش، يعني الماتشات كلها كله بيلعب لصالح الاهلي يا اخي. سبحان الله. لا الصالح موسيماني.